السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم. في الحلقة الثانية عن رمضان هنتكلم عن الحلويات، المشروبات، ازاي نتناولها بطريقة صحية سليمة ما تأثرش على صحتنا ولا وزننا. يلا نبتدي. الحلويات، كتير مننا إن ما كانش معظمنا بيستنى من رمضان لرمضان علشان نوعيات الحلويات المعينة اللي احنا بنعدها في رمضان، فهيبقى شيء غير منطقي بالمرة إن احنا نقول إن الحلويات ممنوعة في رمضان، لأن ده أولاً شبه مستحيل في التنفيذ، ثانياً مش صح قوي صحيا. طب أمال إيه الصح؟ هنأجل الصح لما نتكلم عن المخاطر الصحية للحلويات، إيه هي وليه؟ أضرار الحلويات الصحية بتعتمد في الأساس على كذا حاجة، أهم نقطة فيهم هو كمية السكر، وده لأن السكر اللي موجود في الحلويات بيكون سكريات أولية. يعني إيه؟ يعني سهلة الامتصاص. برضو يعني إيه؟ يعني هترفع لحضرتك نسبة السكر اللي موجود في الدم بسرعة رهيبة. لما هرفع نسبة السكر بالسرعة دي، ده هيطلع لي نسبة إنسولين جامد جدا. طب ما حلو الإنسولين، في الحقيقة هو حلو ومش حلو. مش حلو ان انا ارفعه بالطريقة دي، ولا حلو ان انا اعرض الدم بتاعي لارتفاع مفاجئ في نسبة السكر وارتفاع مفاجئ في نسبة الانسولين، لان ده هيعرضني لحاجتين. اهم حاجة فيهم ان زي ما ارتفع بسرعة هينخفض بسرعة، وده هيخليني في اقل من ساعة اجوع والاقي نفسي جوعت جامد جدا والصداع هيبدأ يشتغل. طيب ايه كمان؟ كمان ارتفاع نسبة الحلويات في الاكل ونسبة السكريات في الدم بيؤدي إلى انخفاض المناعة، وده هيخلي جسمنا عرضة أكبر للفيروسات، والعياذ بالله. وأظن الفترة دي إحنا عارفين كويس إن إحنا محتاجين المناعة بتاعتنا تكون قوية. طيب غير كده كمان، على عكس المتوقع، الحلويات بتعمل اكتئاب وبتقلل المود وبتخلي الواحد مدبرس شوية. ليه؟ ده علشان إحنا قلنا إنها بتؤدي إلى ارتفاع وانخفاض في نسبة السكر في الدم، والتغير المفاجئ ده مش محبس خالص للمخ. كمان من أضرار الحلويات إنها بتؤثر على قوة العصب البصري، فهنلاقي إن اللي بيتناول الحلويات بكميات كبيرة بيكون عنده غالباً قصر نظر. كمان هنلاقي إن ارتفاع نسبة الحلويات في الأكل ممكن تعمل السمنة، وده كلنا عارفينه. كمان ارتفاع نسبة الحلويات في الأكل معروف إنها بتؤثر على صحة الأسنان وتسبب تسوس الأسنان خصوصا في الأطفال الصغيرين. الأهم من ده كله بقى، واللي حضراتكم كلكم هتلاقوا نفسكم بتلاحظوه جامد في رمضان، إنها بتسبب ارتفاع حموضة المعدة. يعني أنا الحرقان اللي بحس بيه ده نتيجة لأكل الحلويات؟ أيوة. اتكلمنا عن الأضرار، قوللنا بقى ناكلها إزاي بشكل صحي في رمضان. اتفقنا ان الاساس نسبة السكريات الاولية، نعمل ايه؟ نقلل السكريات الاولية اللي موجودة في الحلويات. الحاجة التانية، نزود من الحاجات المفيدة زي الفواكه، زي الشوكولاتة الدارك او الشوكولاتة الداكنة، وكمان نزود من الدهون المفيدة، لان ده هيبقى مفيد للجسم عن وجود السكريات الاولية خالص. الحاجة التانية، كمية الحلويات المفروض لما هتديني كالوريز ما تخطيش 5-10% من احتياجاتي اليومية. يعني هفرض مع حضراتكم ان انا احتياجاتي اليومية 2000 كالوري، يبقى انا المفروض اللي انا هاخده من الحلويات لا يتخطى باي حال من الاحوال 200 كالوري، وكل ما قل كل ما يكون احسن. تمام. التوقيت بقى، يستحسن ان انا اخدها بعد الفطار مباشرة، لان انا لو خدتها بين الفطار والسحور، يعني مثلا على الساعة 10-11، ده هيسبب الارتفاع والانخفاض اللي احنا قلنا عليه، ويستحسن ابعد عنها خالص في السحور، لان ده هيسبب ان انا اشعر بالجوع في مراحل بدري قوي من الصيام تاني. تعالوا بقى نتكلم عن المشروبات. المشروبات برضو احنا عندنا مشروبات خاصة برمضان. هنعمل ايه؟ اول حاجة عايز الفت نظر حضراتكم، بلاش معلبات نهائي، لان هي برضو فيها كميات عالية من السكريات الاولية اللي احنا اتفقنا ان هي مش كويسة. طيب بعد كده ناخد ايه؟ اولا ناخد عصائر فريش، واتفقنا ان احنا ما نفطرش عصير. امال هنفطر ايه؟ اتفقنا من الحلقة اللي فاتت ان احنا هنفطر تمر او فواكه مجففة ومعاها مية. طب انا عايز اشرب العصير، اشربه امتى؟ اشربه بعد الفطار، اشربه بين الفطار والسحور، مفيش مشكلة.
طب هشرب عصير ايه؟ تعالوا نتكلم عن انواع معينه من العصاير وفوائدها. اول حاجه عصير البرتقال. عصير البرتقال معروف ان هو فيه فيتامين سي بكميات كبيره، كمان عصير التفاح فيه فيتامين سي بكميات كبيره، بس كمان معاه فايبرز او الياف، ودي بتحسن من حركه الامعاء عامه. كمان عصير الرمان فيه عناصر مهمه جدا لعضله القلب. كمان عصير الكيوي والاناناس مهمين جدا للسيطره على نسبه السكر في الدم. كمان عصير التوت وعصير الكرز من الحاجات اللي فيها مضادات اكسده عاليه جدا، وبالتالي لو حضرتك هتروح الجيم بعد الفطار يستحسن تاخد قبلها عصير توت او عصير كرز، عشان هيمد حضرتك بمضادات الاكسده اللي حضرتك محتاجها في التمرين. اتمنى تكون الحلقه عجبت حضراتكم. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. دمتم بخير.